انا معايا حاجه، معايا دقيقتين وعايز اسالكم في موضوع بعيد شويه عن الاهلي والزمالك النهارده. ايه رايك في اقامه مباريات للدوري في وقت كاس العالم؟ الحل الوحيد ان احنا نرجع تاني ننظم ونريح الناس. يعني ما هو غصب يا رب، هو طبعا غلط ما ينفعش حاجات كتيره، بس انا شايفها فكره ان انا ارجع تاني يا كابتن الدوري ينتهي في وقت معين واللعيب يريح شهر او شهر ونص عشان يرجع يلضم في الدوري الجديد. هي دي الفرصه الوحيده. كويس ان هم جابوا موافقه من الفيفا ان يلعبوا. هيقولوا علينا بقى متخلفين، هيقولوا علينا عالم مش عارف ايه. احنا دايما نقول سنه استثنائيه استثنائيه، عايزين ننهي بقى من السنه الاستثنائيه، عايزين يبقى السنه الجايه دي ان شاء الله لا اللعيبه مريحه داخله. فانا شايفه لا حاجه محترمه، يعني كويس ان بيفكروا كده. انت عارف اللي يصعب عليك ايه؟ انا قلت امبارح، قلت هي حاجه تحزن او حاجه تزعل او حاجه، اللي بيحبوا الكوره عايزين يتفرجوا على ماتش كاس العالم مش عايزين يتفرجوا على حاجه ثانيه، بس في نفس الوقت احنا عايزين الدوري بتاعنا ينتظم ويخلص ويتزبط. فده ده بالنسبه لنا اولويه. يعني مثلا انت هيبقى عندك مباراه في الدوري ممكن يبقى في نفس التوقيت مباراه برازيل وفرنسا، تخيل بقى. لا مين هيتفرج على الدوري المصري؟ انا هتفرج على الدوري، هتفرج على الدوري المصري عشان الشغل شغل بس. عشان لما نيجي نحلل نبقى عارفين. انا بحب، انا بكلمك على العالم كله. يعني انت عشان كده هما ما بيخلوش مباريات في مباريات محليه وقت كاس العالم، الناس تتابع كاس العالم والامور التسويقيه والله بس وتفاصيل. يعني انا انبسطت عشان نرجع على التراك. انا عايز اللعيب يريح. النهارده لما لعيبه الاهلي ريحت شويه، لا السوليه النهارده في الاخر في ميز باص كتير شويه من السوليه. طيب بس رجع تاني. قبل ما نبدا الدوري يا كابتن حسن، في حصان اسود كده دايما في كل مسابقه. يعني السنه اللي فاتت كان طالع الجيش كان حصان اسود واضح، يعني مصر مقصه مره ومصري مره وكده. مين حصان الاسود تتوقعه بالشكل مبدئيا كده في الموسم اللي جاي؟ هو صراحة صعب عشان نسجلها دلوقتي. لا هو صعب، انت كل الفرق مدعمة كويس قوي. طيب انا رايي الحصان الاسود هيبقى سيراميكا كليوباترا. بحاول بس ادخلك في حوار سيراميكا كليوباترا. طيب ليه ما تقولش المصري؟ وارد. لا بس المصري لا. بالنسبة لي مش هيبقى حصان اسود، المصري يعني عيب. المصري تقريبا ما ينفعش يبقى حصان اسود. المصري ولا الاسماعيلي ولا لا، بس هو معلش على كلام كابتن حسن، على المستوى اللي هو فنش بيه السنة اللي فاتت. يعني انا مش بتكلم على التاريخ دلوقتي، يعني الاسماعيلي لو شد حلو يبقى حصان اسود؟ طبعا. لا يبقى عيب. لا يا كابتن في حد بقاله ثلاث مواسم مش موجود. معلش ده الاسماعيلي، ده المصري، ده الاتحاد. أيوة اكيد يا كابتن، ده الجمهور المصري للاتحاد وللتاريخ الكوره واسماء كبيره طبعا عظيمه. لا لا الانديه الكبيره دي ما ينفعش اما تتالق نقول عليها حصان اسود. لا هم اللي حطونا في الموقف ده. معلش كبوات. انما انا معاك، سيراميكا من احسن بطل الدوري في الصفقات. سيراميكا ف انا معاك ان والمصري برضه عامل صفقات كبيره. والمصري عامل صفقات ضخمه وكبيره. بس سيراميكا انا حاسس ان هو هيبقى الحصان الاسود. الشكل بيقول ان الدوري المفروض السنه الجايه يبقى حلو. بالظبط ان شاء الله. الصفقات اللي كله عمال حتى اسوان عامل صفقات كويسه. كل الفرق سته ينافسوا على الدوري. يا سلام. مش 10 ينافسوا على الهبوط. يا سلام. يعني نفسي سته سبعه ينافسوا على الدوري. يقول لك الفارق بين الاول والسادس ست نقاط مثلا يعني. هنشوفها دي ان شاء الله. السادس يقدر يبقى اول في اي لحظه. هنشوفها حسن دي في الدوري المصري. لا صعب.